بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وعدد من المواطنين الخليجيين والطلاب الكويتيين المقيمين بدولة الإمارات، احتفلت السفارة والقنصلية الكويتية في الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العيد الوطني للكويت 51 وعيد تحرير الكويت 21. كل عام والكويت وأهلها بخير. أحمد الحلو كان هناك ووفانا بأجواء الاحتفال. لا شيء يعادل حب الوطن، الأرض، التاريخ والإنسان. هذه المرة كانت الفرحة كويتية تعانق التاريخ، حيث يحتفل الشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني 51 وعيد تحرير الكويت 21 في دولة الإمارات العربية المتحدة. ما تكمل الاحتفالية إلا بوجود أحباء وأشقاء من دول مجلس التعاون، وهذول أحد الناس طبعاً بما أن في دبي أيضاً روتانا خليجية، زمة خليجية أيضاً نفرح في وجودها. طبعاً هذا الحفل يأتي طبعاً بمشاركة مع أخواني من دولة الإمارات العربية المتحدة وبتنظيم من أخواني بالقنصلية، بالإضافة إلى بعض الجهات الكويتية من المؤسسات الحكومية الخاصة. مناسبة العيد الوطني وعيد التحرير مناسبة غالية كثيرة على الكويت، وعادة نحن نحتفل فيها كل سنة بمشاركة الكويتيين المقيمين في الإمارات، بالإضافة إلى الطلبة الكويتيين اللي يدرسون في دولة الإمارات. وصراحة أنا نحب أن يعني ملتقى طيب، نشوف أصدقائنا ونشوف أبنائنا الكويتيين في دولة الإمارات. حضورنا اليوم تأكيد على عمق العلاقات وعمق الصداقة وكثر المحبة، تواجد إماراتي مميز، تواجد خليجي مميز، تواجد عربي مميز، ما في شك هذا كله دليل على محبتنا للكويت ولأهل الكويت ومحبة الخليج وشعب الخليج ما بينهم البين. اليوم تحتفل الكويت ونحتفل معها بالعيد الوطني 51 وعيد التحرير 21. أحب أتقدم بالخالص التهنئة لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة والأسرة الحاكمة والشعب الكويتي الشقيق بهذه المناسبة الغالية علينا جميعا الصراحة. الكويتيين فرحتهم عدد كبير من السفراء ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وعدد من المواطنين الخليجيين والطلاب الكويتيين المقيمين بدولة الإمارات. أدعو الله عز وجل أن يعيدها عليهم أعواما عديدة، ودولة الكويت الشقيقة تنعم بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار بمشيئة الله تعالى. نتمنى إن شاء الله كويت، كويت الخليج وكويت العرب وكويت السلام، نتمنى لها دائما أن تستمر بتميزها وأن تستمر بمحبتها للعالم ككل وأن تستمر كما عهدناها رائدة ومتقدمة. نتمنى لها ولشعبها ولحكومتها كل الخير وكل المحبة وكل السلام. دائما دول الخليج تقدم لشعوبها ما هو كل ما هو جيد وتبحث عن الأفضل، وأتوقع إن شاء الله خلال السنة هذه 2012 راح تشهد دول الخليج تطور إن شاء الله مثمر للجميع. ربما هي الأفراح أكثر ما يحتاجه الإنسان العربي هذه الأيام، يدفعه بحثه للاستقرار في أجواء عربية لم تخلو من الأزمات. أمنياتنا القلبية للغالية الكويت بدوام الاستقرار والازدهار، وكل عيد وأنتم بألف خير. نتمنى إن شاء الله أن يعم اللي هو الأمن والأمان على جميع الدول العربية الصديقة. لبرنامج يا هلا، أحمد الحلو.